مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده بمشيئه الله في ليله انتصار النادي الاهلي. بكره واحده من اهم مباريات النادي الاهلي في تاريخه. بكره يوم التتويج لنصف العالم. بكره النادي الاهلي في مواجهه صعبه، لكن مين يقدر على الاهلي؟ الاهلي بكره كلنا في انتظار انجاز كبير وجديد. الاهلي امام العين على كأس نصف العالم. الاهلي امام العين ليثبت الجدارة والتاريخ. الاهلي امام العين لان هذه المنطقة ملهاش غير بطل واحد فقط، هو النادي الاهلي. الاهلي هيلعب امام العين بروح 120 سنة. الاهلي هيلعب قدام العين بروح ابطال افريقيا. الاهلي هيلعب قدام العين بروح صاحب الارقام القياسيه على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى الافريقي وكمان على المستوى الاسيوي وينافس على مستوى العالم. الاهلي هيلعب قدام العين 11 بطل في الملعب، وراهم 70,000 بطل في المدرجات، وراهم ملايين الابطال امام الشاشات. الاهلي امام العين في واحده من المباريات التي لن تنسى على مدار التاريخ. بكره الساعة 8 بالليل بصافرة تحكيم تركيا تنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي على كأس القارات الثلاثة. أربع مكاسب في انتظار النادي الأهلي. أول مكسب إن هيكون أول نادي في التاريخ يفوز بهذه الكأس. العين بطل آسيا وأوقيانوسيا بعد ما كسب اسمه إيه ده؟ أوكلاند سيتي. الاهلي ان شاء الله يكسب العين يبقى بطل افريقيا واسيا واوقيانوسيا او المحيط الهادي، هيبقى اول نادي في التاريخ يوضع كبطل لثلاث قارات. المكسب الثاني ان النادي الاهلي هيتاهل للدور قبل النهائي لكاس القارات اللي فعالياتها الاخيره هتتلعب في قطر بين اشقائنا وبين ناسنا واهالينا هناك في شهر ديسمبر. الاهلي هيقابل الكسبان لما يكسب العين ان شاء الله، هيقابل الكسبان من بطل الامريكتين اوكلاند سيتي بطل امريكا الشماليه، هيقابل بطل امريكا الجنوبيه ليبرتادوريس يوم 30 نوفمبر. ليبرتادوريس هتنتهي، هيتحدد البطل يوم 11 ديسمبر، هيلعبوا بعض الكسبان، يقابل ان شاء الله الاهلي يوم 14 ديسمبر على بطل العالم الا قاره، ابو بطل الخمس قارات. ان شاء الله الاهلي يكسب ويوصل فاينل يقابل ريال مدريد. المكسب الرابع للنادي الاهلي من ماتش بكره، او المكسب الثالث انا اسف، ان هو هيبقى ضمن ميداليه في كاس القارات بشكلها الجديد. بعد ما اتلغت كاس العالم بشكلها القديم بقت كل اربع سنين اتعملت كاس القارات الانتركونتيننتال اللي بنلعبها دلوقتي. الاهلي اذا تاهل يوصل سيمي فاينل هيقابل بطل الامريكتين زي ما قلنا، هي مباراه واحده في السيمي فاينل، وبعد كده هيلعب الكسبان مع ريال مدريد الفاينل، يبقى الخسران حتى في السيمي فاينل ضامن على الاقل ميداليه برونزيه. يعني مكسب بكره يوصلك ان انت تاخد ميداليه في كاس القارات على الاقل برونزيه، وده للاهلي معتاد عليه في كاس العالم عادي. رابع مكسب للنادي الاهلي 2 مليون دولار، وهو المكسب المادي في هذه المباراة. الاستعدادات لمباراة بكرة على قدم وساق، على مستوى التنظيمي، على المستوى الاداري، على مستوى الجمهور، على مستوى استاد القاهرة، كل الناس النهاردة استاد القاهرة كأن في مباراة. من الوزير لاي حد، الوزير موجود، دكتور اشرف صبحي، المسؤولين على الاستاد، الدكتور وليد عبد الوهاب، الكابتن محمود الخطيب موجود، اللجنه اللي بتنظم المباراه مع الفيفا، المهندس خالد مرتجي بلجنته موجودين، كل الناس النهارده بتطمئن، الوفد بتاع الفيفا موجود، كل الناس بتطمئن على الشكل النهائي للمباراه في بروفا اخيرا النهارده. شوف اهتمام الفيفا وصل لدرجه ايه. الفيفا بعت للنادي الاهلي واستلم الكابتن سمير عدلي حاجه اسمها بطاقه المشاركه في الانتر كونتيننتال. عندنا يا شباب اللقطه دي،
استلمها الكابتن سمير عدلي اهي من الاتحاد الدولي، موفد الاتحاد الدولي. لا حطها لي كده وفكس لي عليها وقفها لي عشان خاطر الناس تشوف. دي اسمها بطاقة المشاركة في كاس القارات الانتر كونتيننت. والله يا اهلي عرفتنا حاجات، وعرفت افريقيا حاجات، وعرفت المنطقة كلها حاجات ما كناش نعرفها زمان. ما كاس عالم كانتر كونتيننتال كل الكلام ده كان مين يعرفه زمان؟ الاهلي عرفنا كل الكلام ده. الوفد موجود في الاتحاد في الاستاد القاهرة بيطمئن على التنظيم، وعايز اقول لكم بكرة الكسبان هيتحط له ستيج ان شاء الله يكون الاهلي. وبعدين انا بشوف الناس بتقول 55 45 يعني 55 اهلي 45 عين كل الكلام ده، انا بقول لكم 70 30 للاهلي. انا بقول لكم 70 30 للاهلي، وبكره المباراه ان شاء الله فرق 2 للنادي الاهلي باذن الله. يعني العين احنا اتكلمنا على المستوى التنظيمي والاداري شغالين، والاستيج هيتفرد بكره، والكسبان هياخد الميداليات، وهينزل انفانتينو هيبقى موجود وهيسلم الميداليات، وهتبقى يعني تجربة مثيرة بالنسبة للنادي الاهلي تكتمل بالفوز. العين عنده 20-21 محترف، سيبك من الاونطة دي، عنده لعيبة جامدة جدا. طب ما احنا عندنا لعيبة جامدة جدا واجمد جدا، خد بالك. يعني العين عنده محترفين من كل صوب واتجاه. طب ويعني هات كده اللي بيتنافسوا على افضل لاعبين في القارة الافريقية هتلاقيهم نصهم من النادي الاهلي، افضل لعيبة في القارة. يعني اي لعيب افريقي موجود في العين لعيبة الاهلي احسن منه. يعني مش موجودين في الالقاب اللي الاتحاد الافريقي اعلن الاسماء اللي بتنافسوا عليها، ولا لعيب من اللي موجود في العين دول موجود عندنا في الجوائز اللي بتنافس عليها اللعيبة الافارقة. لكن الاهلي عندنا حسين الشحات بيتنافس، والشناوي بيتنافس، لعيبة كتير بتتنافس. اوعى تتخض، اوعى يجي في بالك كده اللي يقعد يهول لك ويقول لك ويعد لك ويزيد لك، اوعى. الجمهور لازم يروح دوره مش اقل من اللعيبه. لازم تلتزم بالتعليمات على النظام الاداري، احنا ملتزمين بكل التعليمات. يعني ما تروحش معاكش تذكره، لازم تكون معاك تذكره ومعاك الفان اي دي، وتروح على الباب المخصص ليك، وتروح تقعد في المدرجات بكل تقدير واحترام للمنافس وللفرقه بتاعتك طبعا وللمنافس. العين الاماراتي دول لما بنروح هناك والاهلي بيلعب هناك والزمالك والانديه المصريه مش بيشيلوه من على الارض، بيحطوهم في السماء وفي عينيهم. احنا المعامله مش بالمثل وبس، احسن كمان من المثل، لان دول ناس اشقائنا، اخواتنا، بلدنا التاني. يعني لازم يتحطوا في العين. وفي 2107 كرسي مخصصين للجمهور الاماراتي، يا مرحب بيهم وسط اخواتهم ووسط ابنائهم ووسط اشقائهم وابائهم وكل حاجه. لكن الجمهور المصري لازم زئير الاسود. بص المنطقه اللي حوالين الاستاد دي، انا عايز اللي قاعد يتفرج في بيته قدام التلفزيون حوالين الاستاد، في العماير اللي حوالين الاستاد، يسمع صوتك من قوه الصوت ومن قوة التشجيع، يسمع صوتك ويتفاعل معاك وهو قاعد في البيت. فما بالك اللي في الملعب. بكرة الجمهور ده اللي احنا شايفينه ده، الجمهور الاهلاوي العظيم ده، هو بكرة كلمة السر. وزي ما بقولك اوعى يخضك اسماء لعيبة العين وكلمة الواحد وعشرين محترف. اي حد هيخش استاد القاهرة ويلعب قدام الجمهور ده مهما كان هو مين، الملعب ده خسر عليه ريال مدريد، الملعب ده خسر عليه ريال مدريد بكل نجومه. خد بالك زين الدين زيدان ولويس فيجو وبيكهام وروبرتو كارلوس ويعني كل اللعيبة النجوم الكبار خسرت على الملعب ده. فاحنا بنستدرج العين في قلب هذا الملعب اللي محدش بيخرج منه الا وخسران ان شاء الله من النادي الاهلي. جمهور الاهلاوي بكره عليه دور ضخم جدا، ما يقلش عن دور اكرم توفيق ولا مروان عطيه ولا الشناوي ولا ربيعه ولا ياسر
ولا عطية الله ولا مروان ولا امام ولا كوكا ولا الشحات ولا طاهر ولا وسام ولا برستاه ولا كهربا ولا السلية ولا اي حد ولا قفشة. الجمهور بكرة دوره ما يقلش عن اي حد من دول. الجمهور يروح ويوفر مجهوده لانطلاقة المباراة. عايزين الملعب يترج. عايز قلوب لعبة الاهلي تنط من الفانيلا الحمراء. عايز لعبة الاهلي بكرة اذا كان عندهم الطاقة ان شاء الله 100% تبقى 300%. وانا بقول لكم فرق 2. كل واحد يعمل اللي عليه. الجمهور يعمل اللي عليه. الادارة تعمل اللي عليها. وبصوا اللعيبة تعمل ايه في الاخر في الملعب. كل ده اتكلمنا فيه زي الفل.